التنظيم هذا كيجي في اطار ما ذهبت عليه مقاطعه سيدي مومن سنويا، انها كتقوم بهذا النشاط الرمضاني، واللي هو لاحظنا انه نشاط جد مطلوب من طرف الساكنه ديال المنطقه، وكاين عليه واحد الاقبال كبير، وبالتالي هذا انخراط في الشان الثقافي الروحي الى بغينا نقولوا في هذا الشهر الكريم هذا، وبالتالي كنخرطوا في هذه الانشطه الرمضانيه التي تقوم بها واحد العدد ديال المؤسسات في موسم ديال رمضان الكريم، ونتمنى ان شاء الله أننا نكون توفقنا في ذلك. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعيش مثل هذه المجالس التي تبعث روح الإيمان وتقوي وتغذي الإيمان في قلوبنا وتنميه، ولا شك أن الناس لا يسعدون ولا يفرحون ولا يهنؤون إلا بحبهم أولا لكتاب الله، ومن ثم تدبره والعمل به والوقوف عند حدوده. فبلدنا الحبيب هو يعني نبراس في الحقيقة في مثل هذه المسائل، فنسأل الله تعالى أن يديمها علينا نعمة، وأن يحفظها من الزوال، وأن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ أمير أمتنا جلالة الملك محمد السادس. نسأل الله تعالى أن يحفظه ويرفع قدره ويعلي شأنه، وأن يشفيه من الأمراض الظاهرة والباطنة، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم. إحساس ديالكم التكريم، يعني تشوفوا أن التكريم ديالك اليوم وكيفاش الناس يعني تيحبوك؟ الحمد لله الناس يحبونني. في الحقيقة هم لا يحبونني أنا، هم يحبونني في حق القرآن، لأنهم يحبون القرآن. فقد يعني قضينا مدة ليست باليسيرة، قضينا والحمد لله مدة 42 سنة في مسجد الشهداء. كان المحراب الحمد لله يهتز عندما كنا في شبابنا وكذا. فالحمد لله هذا الحب الله تعالى هو الذي يعطي، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا في تلاوتنا وقراءتنا الإخلاص، وأن يحفظنا من السمعة والرياء والطمع، إنه جواد كريم، وجزاكم الله خير وشكرا. رحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وبعد. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس القرآني المميز الذي حضره ثلة من القراء المهرة، وهذا ليس بغريب على وطننا وعلى بلدنا، فبلدنا بلد القرآن بامتياز، وملكنا محب لكتاب الله عز وجل، أمير المؤمنين نصره الله، يشجع القرآن الكريم ويشجع أهله بارك الله فيه وحفظه. فهنيئ لنا باجتماعنا على مائدة القرآن الكريم، وهنيئ لنا بليالينا المباركة في ربوع مملكتنا التي نتشرف بها بأصوات جميلة من قراء مميزين. نسأل الله أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا، وشكرا لكم تغطية مثل هذه المجالس المباركة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نشكر طاقم هيبة بريس على المواكبة، وهذا لا يخفى عليكم أنكم دائما واكبتم على الأيام من رمضان. باختصار، هذه الأيام الرمضانية هي مهمة لسيدي مومن، لأن أولا تدير واحد الإشعاع ديال واحد المنطقة اللي تنسموها منطقة مهمشة سنوات، ولكن هذه الإشعاع تيجيب واحد الشخصيات وتيجيب واحد الناس مهمين اللي هما تيتعرفوا على المنطقة وتيشوفوا المنطقة وتيعرفوا إشكاليات ديال سيدي مومن. وأنا جد سعيد لأننا هذا اللقاء تيخلينا نشوفوا ناس أصدقاء وعدد من الأوتور، منهم هو السي احنا مكبرنا الأخ شكري، والإخوان ديال البركة أيضا اللي تيسكنوا في واحد المنطقة كما تعلم راه جات في يعني في الاواخر ديال هذا الغلام اللي تلتقيوا في هذا المكان هذا. وايضا واحد المساله خاصه اليوم، على ان عيون كوشي كان بالنسبه لنا واحد الشيء اللي جميل جدا، اننا غادي نجيو ونسمعوا بعض الايات من الذكر الحكيم. وفي الاخير انا تنتقدم بالشكر للاخ السيد الرئيس وللمجلس بصفه عامه ولجميع الاخوان الموظفين بمقاطعه من السلطات المحليه والسلطات الامنيه، جميع كل من ساهم في هذا الحفل ونجاح هذا الحفل. واتقدم بالشكر ايضا لجميع الموظفين اللي ساهموا في هذا الحفل، وعمال النظافه ايضا اللي تيسهروا على هذا الشيء انه تقاد، ولا الشركه المنظمه، كل من له يعني تدخل في هذا الحفل، حنا تنتقدموا ليه بالشكر.